أكد دكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين حاجة المحافظة إلى دعم كبير وعاجل من قبل الحكومة الاتحادية لاستعادة الحياة وتعزيز فرص العمل وتوسيع دائرة الاستثمار. المحافظ ناقش خلال حضوره اجتماع الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبالغ المخصصة للمحافظة في الموازنة الاتحادية وضرورة زيادتها بما يتناسب والمعاناة الكبيرة والتضحية الاستثنائية التي قدمها المواطنون من أجل المحافظة على سيادة الدولة والعيش المشترك. وأكد الدكتور المهندس عمار جبر خليل التزام المحافظة بتنفيذ واجباتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية ضمن الإمكانيات المتاحة للحد من معاناة المواطنين، على ألا يشكل ذلك مدخلا لتخلى الحكومة الاتحادية عن مسؤوليتها في إنصاف المحافظة بعد تصديها المتميز للإرهاب على مختلف المستويات.